كابتن ابو الدهب الزمالك مع نهضة بركان يوم الحد اللي جاي، هل هي مباراة فنية ولا مباراة تحتاج إلى حوافز ودوافع للاعبين ملهاش علاقة بأي اختيارات فنية، وبالتالي المسؤولية تقع على اللاعبين بشكل أكبر؟ لا، ما على اللاعبين والمدير الفني يا اسلام. مين اللي بيختار التشكيل؟ رقم واحد جوميز. لازم اختار التشكيل الصح اللي يؤدي المباراه. انا عايز ايه من المباراه؟ انا عايز اكسب 1-0؟ لا، انا ما خطر ان انا اقول اكسب 1-0. انا لازم اجيب 1 و2 و3 عشان اخلص المباراه من بدري. ويمكن انا ده في حاجات بتتقال في كوره كده يا اسلام، وانت بتقعد في اوضه اللبس مع المدربين، انت بتكلم احمد مدير فني وعارف انت عيب من العيب ان انت تخسر بطوله زي دي، او نادي الزمالك يخسر بطوله زي دي، ومن فرقه مع احترامي ليها يعني فرقه مش هي الفرقه القويه ان انت ممكن تكسبني او تخسرني. يعني كنت الزمالك لو كان لعب بشكل صح وبشكل محترم في بتشكيل صح كان يكسب 3-4 هناك. لو لعب من بدايه المباراه ما جاش الاخطاء اللي كان موجوده. انا دايما بقول وعندي قناعه ان الزمالك هو اللي خسر نفسه في المباراه الاولى من الهدفين اللي دخلوا فيه من اخطاء. الحاجه الثانيه لازم من البدايه ابراهيم النضاي لازم يبقى ليه دور، سيف الجزيري يبقى ليه دور، زيزو يبقى ليه دور اكتر من كده، احمد حمدي، محمد شحاته اللي انا بعتبره اكتشاف في الحته ديت وبيأدي بشكل جيد النهارده. لكن انا من اول مباراه عايز ايه من المباراه؟ لازم اجيب جون في اول ربع ساعه هنهي على المباراه من بدري ان شاء الله.